مرحبا في ظهيرة. سنتناول ملفات إخبارية نبدأها بالتركيز على المشهد في غزة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بشكل أساسي. أيضا نتابع كيف سيكون الدور المصري للإفراج عن السعدي والعواودي كجزء من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، ونتابع جلسة الأمم المتحدة التي خصصت للبحث في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. أيضا في الظهيرة نتابع المشهد في أوكرانيا والاتهامات المتبادلة بين كييف وموسكو بشأن قصف محطة زاباروجيا. الظهيرة تأتيكم عند الرابعة بتوقيت القدس الواحدة بتوقيت غرينتش، معي أنا نجلاء أبو مرعي على شاشة العربي، وبإمكانكم متابعة البث المباشر على قناتنا على يوتيوب.